السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. للحديث عن أبي عمار نكهة تختلف عن نكهة الحديث عن إخواننا السجناء المعذبون المحرومون من حقهم في الحرية، المحرومون من حقهم في عدالة أو في محاكمة عادلة، المحرومون من حقهم في وضع صحي سليم وفي علاج واجب ومفروض على السلطة رغم أنفها وليس تكرما. الحديث عن أبي عمار نكهة لأنني كنت صاحبه في السجن. أبا عمار اعتقل يوم أن كان يعمل في لجنة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وكان طفلا حينها يافعا، أتصور 16 سنة ربما، اعتقل لأنه كان يحمل بعض الأوراق وأطلق سراحه طبعا، وبدأ لا يمر عقدا من الزمان إلا ويقضي فيه بضع سنين. في الثمانينات قضى سنين، في التسعينات قضى سنين، والآن هو يقضي سنين. وأقسم بالله الذي برأ النسع ورفع السماء ويحيطه بعفوه ولطفه، لم يسجن لأنه اعتدى على شرطي أو على مواطن، لم يسجن لأنه قام بفعل شائن، ولم يسجن لأنه خالف قانونا، ويسجن لأن القانون لا يطبق بشكل صحيح. أبا عمار منذ بداية حياته لم يعمل في وزارة ولم يعمل في شركة، عمله الرسالي كان من خلال عمله في الجمعية التوعية الإسلامية، مشروع إسلامي رسالي راقي، وبعد ذلك بدأ يعمل في كل مشاريع التدريس سواء للحوزات أو لمشاريع التدريس، ولأنه يعمل في هذا الجو يجد أن هناك وقتا مقتطعا بين إيصال الطلبة والطالبات وإعادتهم يبدو صباحا ليس عنده شيء، ولكنه لا يضيع هذا. في التسعينات ومع مجيء سماحة الشيخ علي سلمان من قم، وبدأ سماحة الشيخ يلقي خطبه ومحاضراته، نشأت لديه فكرة واقترح ذلك الوقت علينا نحن مجموعة من الشباب، وكأنما سبق تويتر هذا العصر أو هذا العقد من الزمان، كانت تويتر التسعينات هي نشرة تسمى بمنبر الجمعة، كان هو مؤسسها ونحن كنا معه، هي كانت فكرته. واجتمع عدد من الشباب الذين يستطيعون يطبعون ولديهم معلومات في الاي تي وما إلى ذلك، وبرزت هذه التي تعبر اليوم عن تويتر، كل واحد يشوف وش قاعد يصير. كان ذاك الوقت المندوبين يروحون لصلوات الجماعة وليس هناك في هذه النشرة تحيزا لا مذهبيا ولا جهويا، كانت حتى تغطي صلاة الجمعة لمساجد إخواننا السنة، وتجدونها، ارجعوا لها وستجدونها، وتسجل خطب سماحة الشيخ سليمان المدني رحمة الله عليه، الشيخ منصور الستري، سماحة الشيخ عبد الأمير، الأستاذ عبد الوهاب، الأستاذ حسن مشيمع، سماحة الشيخ علي سلمان، صلوات الجماعة في كل مكان. كانت الفكرة أن الناس لا يستطيعون أن يستفيدوا من كل هذه الخطب والتي تعتبر دروس وتعتبر خطاب توعوي وتوجيهي،
لنضعها في هذه المطوية ونعطيها للناس. وكان سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري داعما ودافعا ومؤيدا ومحفزا ومراقبا أيضا، ماذا فعلتم، ما الذي يمكن فعله، كيف يستطيع أن أساعد. هذا أبو عمار، مشاريع أبو عمار مو مثل ما تعتبر السلطة أنها جنايات وجرائم. السلطة هي التي أجرمت في حق أبي عمار. أبا عمار حينما اعتقل انتقم منه شر انتقام، فرضوا عليه أن يجلس على قنينة، وتسببت في جرح في موضع خروجه، ولأن هذا الجرح في موضع دائما ما يكون رطبا، فبدا الجرح لا يندمل. الجريمة الأخرى أنه محروم من العلاج. إذن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والقاضي الذي قضى عليه والمفتش العام اليوم ومن يشاهد الآن من أي مسؤول في السلطة، لماذا لا يعود ويتأكد إلى ملفات هذا الرجل؟ هل كان يعاني من هذه المشكلة قبل أن يعتقل بيوم؟ في سجلات الصحة وفي سجلات المستشفيات هل كان يعاني من هذه؟ أبا عمار قد يتعرض إلى مرض عضال، قد يتعرض إلى مرض خبيث، باعتبار أن عدم اندمال الجرح في هذا الموضع قد يؤدي إلى مشكلة. ووعد بعد أن تدخلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليس لأنه طالب، ارجعوا جميعكم ادخلوا على الجوجل، ما في اليوم مفاهيم الحقوق هي ليست حكرا على أحد يفهم أو لا يفهم، ادخل على الجوجل واكتب المحاكمات العادلة، العفو الدولية، بيطلع لك كتاب وش كبره، بيقول لك شنو حق السجين. حق السجين، هذا الطبيب الموجود في السجن الذي يؤخذ إليه الإخوة ويقول له روح ما فيك شيء، هذا مجرم، لأن هناك عليه التزام بأن يبرز كل مشكلة لدى هذا الموقوف، وبعد ذلك لا يعني ليس لا بأس عليه لأنه لن ينفذ، هو يقول حصل له كذا وكذا وكذا، في حين أننا نجد بعض السجناء يؤخذ إلى مستشفى الأمراض النفسية ويكتب عنه تقرير، بعد أسبوعين يؤتى لهذا الذي كتب التقرير وتؤخذ منه الورقة ويعطى مقررا آخر ليكتب تقريرا آخر حتى يدان. هذه الأطباء وهذا النظام، هذه الرسائل لدينا، الرسالة الأولى ولدينا الرسالة الثانية، بعد أسبوعين بعد أن كان التقرير الأول لا يؤاخذ على فعله يأتي التقرير الثاني يؤاخذ على فعله ليدان. نحن نعتقد بأن السلطة وأن أبا عمار اليوم، أبا عمار هو ليست قضية أبي عمار فقط، قضية عدد هائل من أبنائنا في السجن جميعهم يعانون إذا أرادوا أن يطلبوا علاجا. يعني جئنا توا من زيارة إلى أحد الشباب الذين حكموا بعشر سنوات يعاني من أسنان وإذن وآلام في إذنه وكتفه، لا يعطى ما يحصل عليه. هو ماذا؟ هو أن يأتي الشرطي الباكستاني ينتقم منه في كل فترة لأنه متهم بأنه اعتدى على نسيب الباكستاني. أنت سجنته عشر سنوات، العقوبة لا تضاعف، العقوبة واحدة، إذا أنت معاقبنا بعشر سنوات لازم تعطيه حقه في السجن كامل. مريض يحتاج أن يغير جو، هذا مو كلام أحلام مواطنين في البحرين والبحارنة، هذا القانون الدولي،
القانون الدولي يفرض على الدولة أن تعطي هذه الدولة التي تحرم المواطن من حقه في الحرية إذا كان بسبب معين، ولكن لا أن تضاعف العقوبة. لا يوجد أحد من أبنائنا موجودون في السجن اشتكى من جريمة أقيمت في حقه أو اعتدى عليه أحد حتى في القضايا التي عرفت عنها السلطة وقالوا أننا حققنا فيها، وحتى النيابة قالوا حققنا فيها، حتى وحدة التحقيق الخاصة قالوا حققنا فيها، لم نجد أنهم أدانوا أحدا، بل لم نجد خلصوا إلى تقرير يوضح نتيجة ذلك الفعل. يحققون بس وش النتيجة؟ ما موجودة. يعني معقولة مواطن يحتاج إلى علاج يضرب عن الطعام حتى يحصل على العلاج؟ ولأنه ولا ينبئك مثل خبير، لأنه موجود في السجن وعارف بطبيعة السجن، ما قبل الإصلاح وفي فترة أمن الدولة وما بعد الإصلاح. يقول لك أنا أعرف أنه ما في فائدة اللي عطرت. المشكلة تقع علينا الآن، تصبح المسألة ذمتنا مشغولة بها، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا في داخل السجن. ليس هناك من يسمع. تخيلوا أن الأمانة العامة للتظلمات ذهبت إلى السجن وخرجت بتقرير وتسوقه للعالم، نحن ذهبنا وخرجنا تقرير والزنزانات مكتظة وهناك نقص والشراشف زينة نظيفة بس المواعين كذا والأغذية ممتازة وكذا، خلصنا في تمسيح وفي ثغرات. وش صار في الثغرات؟ هل ما يبغى لها أم وأبو؟ هذا مثل ما يطلع قرار روح أخذوا فلان من بيتهم، يطلع قرار روح صحح هذه الأخطاء بس. لكن هناك سياسة يبدو كأنها تؤكد على استمرار الوضع القائم ليصل هذا الخطاب ولتصل هذه الحالات لجميع أبناء هذا الشعب حتى يقول وش لي بلاوي السجن؟ هذه البلوى ما أبغى أروح فيها. هو نوع من الترهيب ومحاولة التخويف والإرعاب. أبا عمار ليس متبق من فترة سجنك إلا شهور، ولكن من يعلم بأنك إذا خرجت وبلطف الله سبحانه وتعالى أو وأنت في الداخل حصلت على العلاج الصحيح، من يعلم أن كل من في السجن ومن هو محكوم بالمؤبد سيحصل على العلاج الصحيح. ولكن ما يطمئن النفس أنهم لن يبقوا في السجن، وذلك بفضل الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتر عبده. اللهم انتقم ممن ظلم هذا الشعب ورد كيده في نحره شخصا، وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات، وفرج الله عنك يا أبا عمار لأنك بطلا. وأحب أقول هذه الكلمة، إذا يتصل أبو عمار أقول له وش أخبارك؟ يقول لا تشغلون روحكم بي، في ناس واجد حطوا بالكم عليهم.